كما يكون مساعدة للمواطن البسيط المتوسط والبسيط متناول الجميع ان شاء الله تبقى يعني على هذا وراه كاين استقبال ثاني تاع العمال يعني الحق مع عمرو ما بخلونا يعني قبل رمضان كان ثاني نفس الشيء كان استقبال يعني يعني من الناس هذو الحمد لله والله لو بريت ثاني نورمال بارا بور البازار سيكون دو فيل هنا راه 3500 الحمد لله الحمد لله ربي يحفظكم ان شاء الله الله يبارك طيب لها خلال مشوي الحمد لله في اطار سياسه الحكومه المتعلقه بدعم القدره الشرائيه للمواطن وتوفير المنتجات الغذائيه والفلاحيه ذات الاستهلاك الواسع شرعت مؤسسة العمومية الاقتصادية الديوان الجهوي للحوم بالغرب أوغفو في عملية تسويق لحم الدجاج بالسعر المدعم 295 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد على مستوى مختلف وحداتنا المنتشرة في الغرب الجزائري وبوجه أخص على مستوى ولاية وهران والتي بها ثلاث نقاط بيع الأولى في حي المقرات إشتو الثانية في حي قنبيطة الثالثة في حي الخالدية دالمونت إن شاء الله ستتدعم الولاية كما أعلننا أمس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن نقطة بيع متنقلة مخصصة لبيع منتجات اللحوم والتي ستجوب جميع الأقطاب الحضرية على مستوى ولاية وهران ابتداء من الأسبوع المقبل وكذا مناطق الظل حتى نضمن أن المنتجات المدعمة من طرف الدولة ستصل مباشرة إلى المواطن بالإضافة إلى تسويق اللحوم الحمراء المستوردة والمحلية بجميع أنواعها بأسعار تنافسية جدا بالنظر إلى السوق الأسعار المطروحة في الأسواق المحلية.